من المشاكل الكتير اللي ممكن يعملها الحمل على نفسية الست بعد الولادة ان هو بيغير في شكل جسمها. من المشاكل دي برضو اللي هو التغيير بيبقى فيه غمقان او بيبقى فيه كلف الحمل. طيب الغمقان ده بيبقى ايه القصة بتاعته؟ مع الحمل بيزيد الصبغة او البيجمنتيشن في مناطق مختلفة. الست بعد ما بتولد بتبقى متضايقة من شكلها جدا. انا بنصح كل ست بعد الولادة تعمل جلسات لتفتيح المناطق اللي غمقت. الجلسات دي بتعمل على تقشير الطبقة الخارجية فبتظهر الطبقة اللي تحتها افتح. طيب الجلسات دي مش بس للست اللي ولدت، كل بنت حتى البنوتة اللي داخلة على الجواز علشان ثقتها بنفسها تزيد انا بنصحها جدا جدا ان احنا نعمل تقشير للمناطق الغامقه بالذات في البيكيني والاندر اربس. احنا بنعمل في الكلينيك بتاعنا التقشير ده عن طريق منتج امن جدا جدا ما بيأثرش على الجلد، ما بيعملوش التهاب بعد كده، وكمان ما بيعملوش التهاب تصبغ ما بعد الالتهاب.